بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك الذي يجمع بيننا وبينكم على أثير هذه الإذاعة. موضوعنا لهذا اليوم سوف نخصصه للحديث عن موضوع له علاقة قوية بواقع الناس، بمشاكل الناس، بهموم الناس، باحتياجات الناس. آية قرآنية في كتاب الله عز وجل، فيها سر إلهي، فيها مفاتيح للفرج لكل من عنده حاجة ويسعى لتحقيقها في القريب العاجل، لكل فقير أو محتاج، لكل مهموم أو مكروب. آيتين في كتاب الله عز وجل كفيلتين بأن تفتح له باب الفرج، وبأن تعطيه الخير والبركة والتيسير. هاتين الآيتين تسميان بآيات الملك في كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران، الآية 26 والآية 27. أرجو من السادة المستمعين أن ينتبهوا جيدا، هاتين الآيتين في القرآن العظيم لهما سر كبير وكبير وكبير جدا باستطاعتهما أن يغير مجرى حياتك، باستطاعتهما أن يقرباك من الله تعالى ومن الخير ومن الرزق، ويدفعان عنك كل بلاء. الآيتين 26 و27 من سورة آل عمران تسميان بآيات الملك، وفيهما يقول الحق عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. معنى هذه الآيات أن الله عز وجل يقول: قل أيها المخاطب، قل على سبيل التعظيم لربك والشكر له والتوكل عليه والضراع إليه، قل يا الله يا مالك الملك، أنت وحدك صاحب السلطان المطلق في هذا الوجود، تتصرف فيه كيفما تشاء، إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة وتعذيبا وإثابة، من غير أن ينازعك في ذلك أي منازع. الاعتراف لله بالملك المطلق. هذه الآيات البينات يقول العلماء من أراد حصول المطالب والنيل الرتب العالية، اللي بغى يكون قريب من الأمراء والسلاطين، ما عليه إلا أن يقرأ هذه الآيات توصله بأمر الله. ومن كان صاحب سلطة ويخاف أن تنتزع منه، ما إن يقرأ هذه الآيات بإخلاص ويقين يحميه الله رب العالمين من زوال سلطته. ومن أراد العزة كان يشعر بالذلة والمهانة، فليقرأ هذه الآيات يعطيه الله تعالى العزة ويدفع عنه الذل. من أراد المال، التوسع في الرزق وإزالة الفقر، يعطيه الله تعالى ببركة هذه الآيات. من أراد أن يبارك الله له في العمر وفي العمل وفي الوقت القصير،
ينجز فيه أعمال كثيرة. الله تعالى يعطيه ببركة هذه الآيات. من أراد دفع الشر من الأعادي من الخصوم، من أراد تعجيل الفرج وقضاء الحوائج المتعسرة وأيضا غفران الذنوب، فليقرأ هذه الآيتين، آيتا الملك في سورة آل عمران. تأملوا معي أيها الأحبة الكرام في مضمون هذه الآية، لنأخذ التفسير ببساطة بدون تعقيدات لغوية، دعونا نفهمه كما هو ميسر. الله عز وجل يتحدث عن ذاته العلية فيقول: قل اللهم مالك الملك. أول ما يتكلم رب العزة عن الملك، إذا دققنا جيدا في أمر الملكية فإننا لا نجد مالكا إلا الله. شحال ديال المنازل وديال الأراضي الفلاحية وديال البقع الأرضية، وشحال ديال الممتلكات تكون في اسم فلان ثم في اسم فلان، وتنتقل الملكية بسرعة، والدوام لله تعالى. من أراد أن يعرف هذا الأمر يمشي غير للمحافظة العقارية وغادي يشوف واحد الملك معين، وغادي يلقى شحال ديال الناس توارثوه أجيال وأجيال، ويبقى الملك في مقامه والمالك ديالو راهو في التراب. فيه دلالة على أن المالك الحقيقي هو الله. هاد الآيات باش نعرف القيمة ديالها، متى أنزلت؟ أنزلت في لحظة كان فيها النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضعية حرجة، طرد من مكة المكرمة واستقبلته المدينة المنورة، وكان يعيش الفقر، وكان يعيش الحاجة، وكان يشعر بعدم العزة، وكان صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يؤازره. فربنا عز وجل أنزل عليه هذه الآيات وكأنه يقول له: يا محمد قل اللهم مالك الملك، اللي بغيتيها غتكون بين يديك، السلطة والجاه غتكون بين يديك وحتى واحد ما يحيدها لك، العزة غتكون بيديك والذل عمرو ما يقرب لك، الخير الكثير سوف كله يحوم حولك، والبركة في العمر في مدة قصيرة ممكن أن تنجز ما عجز عنه الناس في تحقيقه سنوات طوال، ومن لا شيء ممكن أن تحقق أشياء وأشياء. ثم يعطيك الله المال من حيث لا تحتسب. هذا هو معنى الآيات. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآيات وعمر بها قلبه ولسانه، كان كيجمع الصحابة وكيقول لهم: قريبا قريبا سوف ندخل مكة المكرمة. ما صدقوش، قالوا: كيف انت عندك واحد الجماعة ديال المستضعفين وغيدخلوا المكة البلدة القوية العظيمة العاصمة الاقتصادية ام القرى، شكون اللي قرب لها؟ ويقول لهم: واكثر من ذلك اعدكم باننا سوف نصل الى ملك فارس. ثم قال لهم: سوف نصل الى ملك الروم. بدأوا المنافقين يستهزئون، وبدأوا اليهود يقولون: هيهات هيهات، من أين لمحمد بملك فارس وملك الروم وهم أعز وأمنع وما عنده والو. فلما نزلت هذه الآيات الكريمات كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمر بقلبه يقينه، وكان يقول: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران. هناك اسم لله يسمى الاسم الأعظم، هذا الاسم الأعظم خفي، العلماء قلبوا عليه لأنه غريب، هذا الاسم غير كدعي به، اللي طلبتها من عند رب العالمين تحقق في سر الألوهية. فسيدنا رسول الله قال لهم: لعل اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب مخفي في هاتين الآيتين من آل عمران. فلما انزلت الآيات اش قال لي الله تعالى؟ قل اللهم مالك الملك، يعني قل يا محمد، قل معظما لربك ومتوكلا عليه وشاكرا له ومفوضا اليه، قل اللهم مالك الملك، معنى ان الملك كله لله وحده لا شريك له، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كل اعطاه الله السلطة واعطاه الله المقام الرفيع من عند الله هو سبحانه وتعالى، أكرمه
وكين الله يحفظنا وإياكم نزع منه الملك. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. كين اللي أعطاه الله العزة وأعطاه الرفعة وأعطاه الله المحبة. وكين اللي بقى دليل وعاش دليل ومات دليل. تعز من تشاء وتذل من تشاء. معنى الآيات يا الله وكأن العبد يناجي رب العالمين مالك الملك، يقول لي يا الله أنت المعطي أنت المانع أنت الذي ما شئت كان وما لم يشأ لم يكن، أنت المتصرف في خلقك كما تريد. هذه الآية العظيمة فيها إرشاد إلى شكر نعم الله، وفيها الغريب الأمر أن بني إسرائيل كانوا يقولوا بأن النبوة غتنزل فيهم هما، ولكن الله عز وجل حولها من بني إسرائيل إلى هذا النبي العربي الأمي وجعله خاتم النبيين وجعله رسول الجميع الثقلين الإنس والجن، وجمع فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسول من الرسل، ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، وأظهر دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع. هكذا الله عز وجل أعطى لنبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم هذه النعمة. كانوا في الأول كيستهزئوا منه، يقولوا ما يقدر على والو، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقلبوا شو واحد اللي عنده الشرف واللي عنده النسب واللي عنده الثروة، ولكن نزل على نبي عربي أمي. الله تعالى هو اللي أعطى هذه النعمة. وهذا السر الإلهي هو ممتد في كل بني البشر، يعني اللي اعتمد على الله عز وجل وخاض بالأسباب ثم استعان بهذه الآيات البينات، الله عز وجل يعطيه الخير كل الخير. الله تعالى وعد كل من كان مؤمنا أنه سوف يعطيه الخير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الناس عادة كينظروا يقولوا إيتاء الملك هو خير، ولكن أيضا نزع الملك قد يكون خير. الله عز وجل يعطي وهذا خير، وأيضا الله تعالى يمنع وهذا خير. الله يرفع وهذا خير، الله قد يخفض وهذا خير، يعز هذا خير ويدل هذا خير. هكذا قال الله عز وجل بيده الخير بيده الخير. الاعتقاد هو أن كل حاجة تقع بأمر الله راه فيها خير حتى ما يبدو لنا أنه شر. مرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم المسيب وكانت مريضة، قال لها ما لك تزفزفين يا أم المسيب؟ قالت لي يا رسول الله حمى لا بارك الله فيها سخانة. فقال لها لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. حتى الأمراض والأسقام والفقر والذل اللي كيبان بأنه عادة شر هو خير، لأن الله عز وجل به يذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. المؤمن الصادق عادة هو يستقبل قضاء الله وقدره بالصبر وبالبشر وبالرضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قمة المعاناة لما كان فقير وكان محتاج وكان مظلوم وكان مهان وكان مطرود لم يكن يهتم بكل هذا، كان اهتمامه الأكبر واش ربي عز وجل عنه راض أم لا. كان يقول يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لك العافية أو هي أوسع لي. كان دائما يعتبر مجرد رضا الرحمن هو الأساس. هذا الدعاء قالوا سيدنا رسول الله متى؟ لما كان في الطائف، يا رب إلى من تكلني؟ إلى عدو يتهجمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، لك العتبى حتى ترضى. قال هذا الكلام في الطائف. بعده مباشرة
جاء الإسراء والمعراج وبعده جاء التكريم الإلهي. هذه سنة إلهية كيقول لنا الله تعالى اللي عنده الشدة في الحياة ديالو، اللي عنده الفقر، اللي عنده المرض، اللي عنده الذل، اللي مظلوم، غير يصبر، يصبر والخير غادي يجي فيما بعد. ما يقولش بأن هذه الفترة اللي شدد عليه الله تعالى راه عطاه الذل، أبدا. ربنا عز وجل يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا، ماشي أي واحد عطاه الله المال والسلطة والجاه والعزة غادي يقول ربي أكرمن، وماشي أي واحد ابتلاه الله تعالى وعطاه الأمراض والأسقام والفقر والذل يقول ربي أهانن. كلا كلا، يعني ليس عطاء الله تعالى إكراما ولا منعه حرمانا، بالعكس هناك أسرار ربانية. حينما يقول الله عز وجل: وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كاين اللي كيعطي الله العزة وكاين اللي كيعطي الله الذل. العزة واحد المقام رفيع كيكون الإنسان يحظى باحترام وتقدير الناس، والذلة إذا ذكر استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. شحال ديال الناس في تاريخ البشرية مروا بالسلطة، عاشوا معززين وبقوا معززين وماتوا معززين وترحموا عليهم الناس وهم معززين، وكاين ناس آخرين اللي كانوا في العز وتحولوا إلى الذل وإلى المهانة والعياذ بالله. مما يحكى كان واحد الرجل عظيم في السلطة يسمى يحيى البرمكي، كان الرجل الأول في الدولة العباسية، الرجل الأول هو الكتف، هو اليد اليمنى ديال الخليفة، ودوز واحد العز ما كيتصورش على البال، كلمته مسموعة ورايته مرفوعة واللي بغاك تنفذ. ومرت الأيام وتغيرت الأشياء، فإذا به في السجن يعذب. لقى واحد من الوزراء قال لي: يا فلان، يا يحيى البرمكي، أنت الرجل الأول في الدولة العباسية، كنت معظم الجانب، ما الذي دفعك أن تصبح الآن في سجن تعذب بهذا الذل وهذا المهانة؟ فقال له: لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنه غافلون. لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنه غافلون. هذا الرجل اعترف بحقيقة أمره، لأنه لما كان كيمارس السلطة لعله ظلم فلان أو فلانة، وذاك المظلوم ربما رفع أكف الضراعة إلى الله فسلب منه العزة وأضاقه من كأس المذلة. تعز من تشاء وتذل من تشاء. من منا ينسى فرعون اللي كان هو في القمة، كان له ملك مصر وكانت الأنهار تجري من تحته وكان عنده المال والجاه والسلطة وكل شيء، فاغتر. ماذا قال؟ قال: أنا ربكم الأعلى، يعني افتخر وادعى الألوهية، أنا ربكم الأعلى. حتى واحد في البشرية ما قال هذه الكلمة، ولكن شنو المصير ديال فرعون؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء. حينما تبع سيدنا موسى في البحر وأدركه الغرق وكان على شفا أنه سوف يغرق، ثم الله عز وجل أعطانا آية أنه أغرقه وأمر الموج بلفظه إلى الشاطئ. الجنود ديالو غرقوا، الخيول غرقوا، العربات العسكرية غرقت، ولكن هو فرعون لفظه الموج إلى الشاطئ. لماذا؟ حكمة ربانية، لأنه لو مات لا توهم أتباعه أنه صعد إلى السماء، قالوا في أساطير وخرافات، ولكن الله تعالى إمعانا في إدلاله قذفه موج البحر إلى الشاطئ وبن حقيقة بأنه مات. فقال الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه الآية القرآنية إعجاز إخباري علمي عظيم، يقول الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فرعون نجاه الله تعالى وبقى ميت بحال مومياء، والآن مازال موجود في متحف مصر، ومنذ سنوات جاء به إلى فرنسا إلى باريس لترميم جثته، ورآه الناس أجمعون. من أراد أن يتعرف على ذلك فليزر بعض المواقع الإلكترونية في وغادي يشوف الصور
كيف أن فرعون جاءوا به من متحف مصر وحملوه إلى فرنسا إلى باريس، وكيف رمموا جثته، والآية واضحة: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ربنا عز وجل حينما يتكلم عن الملك والملكية يريد أن يخبرنا جميعا بأن لا نتمسك بهذه الدنيا، لأننا لا نملك منها شيء. هذه الدنيا دخلنا إليها حفاة عراة، وسوف نخرج منها حفاة عراة، وسيأتي يوم لا تكون فيه أي ملكية لأي أحد إلا لله. الله تعالى هو المالك الوحيد سبحانه. يقول الله عز وجل: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذا المشهد المرعب المخيف يحكي عن مشاهد يوم القيامة حينما الناس يموتون جميعا، اللي عنده القوة والسلطة والجاه والثروة والعزة ما بقي شيء. حينما يفنى كل من في الأرض الله تعالى ينادي: لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب. لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب. لمن الملك اليوم؟ فيجيب الله تعالى عن ذاته العلية: لله الواحد القهار. الله عز وجل يحدثنا في الحديث القدسي، قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم قيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا معنى قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يقول العلماء: بيدك الخير، إذا اعتقدت هذا الاعتقاد الله عز وجل يتجلى عليك بالخير، يتجلى عليك بالعطاء، يتجلى عليك بالنعيم. لما قال الله عز وجل: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا، فيعتدلان ثم يتفاوتان ثم يعتدلان. هذه إشارة إلى العظمة الإلهية. الله عز وجل يتحكم في الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار، بمعنى أن فيها هذه الآية البركة في العمر. كل أعطاه الله البركة في العمر مهما كان عمره قصير، ولكن فيه إنجازات كثيرة، حقق مجموعة من المهام، وكل اللي حفظنا وإياكم عمر طويل وكأنه مكرر، ما في تشي بركة، ما في تشي إنجاز. ثم قال: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي أن الله عز وجل يقول لنا يخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة، وكيخرج النخلة من النواة والنواة من النخلة، كيخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، ويخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء. المقصود تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي من لا شيء، من لا شيء ممكن أيها الإنسان تصنع أشياء وأشياء وأشياء، وقد تكون تملك كل شيء فتضيع في لحظة، إلى أن قال: وترزق من تشاء بغير حساب، أي أن الله تعالى يعطي من يشاء من المال ما لا يعد ولا يحصى، لا أحد يقدر على إحصائه، قادر على أن يعطي عبادهم ما يشاءون من الثروة، وقادر على أن يقتر على الآخرين. الله عز وجل يرزق بغير حساب، إذا أعطى الله تعالى أدهش بغير حساب. مثلا الأب يقدر يحاسب يقول لولده: أعطيتك كذا وكذا، يقول لي مثلا: راه الحمد لكتافك من خيري. الأب ممكن يحاسب، الأم تحاسب تقول لي: رضعتك وركبتك وسهرت بيك، الحمد كتافك من خيري. أي واحد يحاسب، الدولة لعطاتك تقول لك: أنا أعطيتك تعويضات ورواتب كثيرة. الكل يحاسب، الذي لا يحاسب هو الله عز وجل، يعطي بغير حساب. هذا العطاء المريح، يرزق من يشاء بغير حساب، كيعطيك وما يتحاسبش معك، ما يقولش لك شحال عطيتك واش درتي بهم. هذا هو
ما يسمى بالعطاء الإلهي. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الكريمة كنطلب من جميع السادة المستمعين اللي عنده شي شدة من الشدائد، واللي عنده ضعف أو مرض أو سقم أو كرب أو هم، نقول له يقرأ هذه الآيات، بل يحفظها، بل يقدر أنه يصلي بها ركعتين في جوف الليل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. والله أعرف أناس في مقامات عالية في السلطة قرأوا هذه الآيات ودائما في تألق، أو على الأقل في مكانهم لا يتزعزعون. وأعرف أناس من أهل الأموال قرأوا هذه الآيات بيقين فازددت أموالهم وكثرت ثروتهم. وأعرف أناس كانوا في وضعية ديال الذلة ديال الانكسار حتى يقول هذه الأخرى ليا، فإذا بالله عز وجل يعطيه العزة ويعطيه المكانة. يكفي لما تقرأ هذه الآيات أيها المؤمن الصادق اضغط وكرر الآيات التي فيها الخير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذا المقطع كرره كثيرا، بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم لما تقول تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. أؤكد لكم أيها المستمعين الأفاضل، إذا قرأتم هذه الآيات بصدق وبيقين وقلبكم مليء بالخير سوف تجدون تغييرا عظيما في حياتكم. الحظ السعيد والرزق الوفير والعطاء الإلهي الذي لا حدود له. هذا الكلام أقوله ليس نظريا بل بتجربة. كنتكلم الآن وكنستحضر في ذهني أشخاص عدة في مناطق مختلفة من بلادنا كانوا في حال وأصبحوا في حال لما اهتموا بمثل هذه الأمور الربانية اليقينية. طبعا الإنسان ليس كسولا، يتخذ الأسباب ويعمل ويجتهد ولكنه يستعين بالله. أعطيكم مثال، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء عنده مرة واحد الرجل، عبد الله بن عباس يسمى ترجمان القرآن، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى ترجمان القرآن، يسمى حبر الأمة، أتاه الله علم القرآن والفقه والتأويل. جاء عنده واحد الرجل كيشتكي، قال لي أنا عندي فقر شديد، أنا ما عنديش البركة، أنا مدلول، أنا ملي كنمشي كيسدوا علي الباب، أنا كنشعر راسي بأنني غير زيد في الدنيا، كنتمنى الموت، إنسان وصل لحالة الاكتئاب. قال لي ابن عباس هون عليك هون عليك، قال لي لقد أصابني فقر شديد وجئتك تعلمني مما علمك الله، فعلمني دعاء أقوله يذهب الله عني الفقر ويرزقني الخير ويذهب عني الذل ويعطيني العزة. فعبد الله بن عباس شاف هذا الرجل دار الأسباب ولكن ما عنده قدرة، ما عنده مهارة، ما عنده خبرة، ما عنده والو، يتسنى غير الفرج الإلهي. قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال لي عليك بقراءة هذه الآيتين من القرآن الكريم، الآيتين 26 و27 من سورة آل عمران، يتسموا آية الملك، اللي قراهم فقراهم الرجل. اللي ثم ماذا أقول؟ قال لي غير قراهم وتمنى على الله ما كتمنى. فذهب الرجل قرأها، فجاء عنده اليوم الموالي قال له راني بقي وأنا ما تغير بي والو. قال لي اقرأها مرارا وتكرارا، اقرأها سرا وجهارا، يأتيك الخير من الله، يأتيك الخير من خالقي وخالقك وخالق كل الخلائق، اذهب يا أخي وبشرني فيما بعد. وما البعد مشى الرجل كيقراها كيقراها ولكنه لم يعد. في الأول دازعدو 3 أيام قال لي مازال ما كنقراها موقع لي والو، جاء أسبوع قال لي كنقراها وبقي أنا هو أنا،
قال لي لو عدت إلي 70 مرة لن أقول لك إلا ارجع وقرأها وكررها حتى يأتيك الخير من الله. مش الرجل كيقراها أيام وليالي وأسابيع وكيخبر على الأنظار. واحد النهار سيدنا عبد الله بن عباس بغي يعرف هذا الرجل مقاش رجع عندي باش نعرف المصير ديالو المآل ديالو. ملي كان كيدور في السوق ويبان لي واحد القافلة كبيرة والسيد هو اللي كياخذ الأموال وكيشوف ذاك السيد واحد الجبة راقية والناس كله حوله كيسلموا عليه باحترام وعنده أموال كثيرة. فسيدنا عبد الله بن عباس كيرفع الرأس ديالو يشرئب بعنقه فإذا هو بنفس ذلك الأعرابي. فجاء عند عبد الله بن عباس قال لي يا فلان ألم أخبرك؟ قال لي هادشي من ديك بدا؟ قال لي لقد رزقني الله تعالى من ببركة تلك الآيتين وللهم مالك الملك. قال لي أنا كنت أعلم بأن الله سوف يعطيك عندي يقين ولكن لماذا لم ترجع وتخبرني؟ قال لي والله ما بقي عندي وقت لكي أرجع إليك من شدة السفريات واللقاءات والصفقات. فقال لي يا ابن عباس لقد أتاني الله الخير رزقني الرازق وأغناني الغني. فقال ابن عباس ويضحك من أصدق من الله قيلا من أصدق من الله قيلا من أصدق من الله حديثا. فسبحان الله سبحان من لا يحول ولا يزول سبحان الحي الذي لا إله إلا هو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونفتح خطوطنا الهاتفية مستمعي الأفاضل لنستقبل مكالماتكم. أرقامنا كالعادة 05 22 42 72 50 أو 51 أو 52. ومعنا اللحظة مكالمة أولى من تملت مع أختنا للا خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أخي الحكي ديال لازل. يا مرحبا للا خديجة. لازل صوت أخي داير. الحمد لله للا بين الوليدات كل شيء بخير خديجة. شحال هذا الحاج وقت عيطتك من رمضان أنا كيعيط ليا تندوي معك مرة حاملة. إيه للا إيه أهلا وسهلا بك. ديال عم الحاج لاباس؟ الحمد لله بنتي الله يبارك فيك. كيداين كاع كيداير الوليدات؟ كل شيء بخير الحمد لله. سنة سعيدة عم الحاج. الله يدخلها عليكم بالصحة والعافية وطول العمر. آمين عم الحاج. عفاك عمي بنسولك. نعم. أنا اللي تيصلي وتيكون قاعد شو ديزاف تنكون قاعدة وتنصلي. وعلاش كتقعدي؟ علاش ما توقفيش؟ عندك شي عذر؟ لا لا عم الحاج هي تنشوف تنكون أيام وتنقدرش وتنقعد. علاش ما ديزاف ليا؟ لا الصلاة صلاة عندها قواعد ديالها وعندها أصول ديالها. الله عز وجل أمرنا بالقيام ثم الركوع ثم السجود. وقال لنا اللي عنده الحق بأنه يجلس ويقعد هو اللي مريض هو اللي عنده عجز إلا النوافل. النوافل مثلا الإنسان اللي كان صلى الفرائض دياله بغى يدير قيام الليل بغى يبقى الليل كله كيصلي ولكن هو متعب وصلى هو جالس. في الحديث النبوي الشريف قال لك بأنه له نصف الأجر والتواب نصف الأجر والتواب. نصلي وانا جالس ولكن عندي غير نصف الأجر والتواب ولكن صليت واقف كامل عندي الأجر كامل. هذا في النوافل. أما الفرائض فلا بد أن أقوم نكون مستقيم ونركع ونسجد بالطريقة المأمور بها إلا إذا كنت صاحب عذر. اللي كان مريض كما كان واحد الصحابي جليل قال لي يا رسول الله أنا ببواسير عنده البصر. قال لي لا أستطيع أن أصلي قائما. قال لي صلي قاعدا. قال لي فإن لم أستطع قال لي إن لم تستطع صلي على جنب تكا وصلي على ظهرك يعني بالطريقة الميسرة. نعم لا لا خديجة انقطع الخط للأسف. واخا بنتي بإذن الله الله يكمل لها الرجاء الله يحفظها ويرعاها ويبارك فيها. بقي معنا لالا خديجة ختم الحلقة إن شاء الله ندير واحد الدعوة ديال الخير جماعية للأولاد والبنات والأزواج والزوجات بالشفاء وبالرزق وبالنجاح وبالخير كله بإذن الله. وقولي معنا آمين مع المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات وإن شاء الله يكون لك فيها أوفر النصيب. غنتحولوا من تملالت إلى الراشدية
مع أخينا عبد الله. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرصة كبيرة أستاذ ملي شدنا الخط راه كل مرة كنحاولوا وما كيشدش، راه فرحانين بزاف. يا مرحبا أخي. الله يبارك فيك عبد الله. الله يرحم والديك. أنا عندك أستاذ باغيك تدعي معنا، حنا والزوجة ما جابش الله وليدات هذه مدة معايا ست سنين هذه، ومع الأعمال هذه كنجيو زعما راك عارف. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله خويا. الله يبارك فيك أستاذ. أستاذ عبد الله خويا شحال أنتم مزوجين؟ تكون ست سنين هذه. لا إله إلا الله. ما شاء الله. ودرتوا الأسباب أخويا عبد الله؟ إيوا. طقنا جميع الابواب ودرنا السبب من عند الله واللي جابها الله مرحبا يا رب يا رب. الله يكثر خير. اللهم امين. سعد الله الطبيب اش قال لكم في التشخيص؟ وان قال لنا ما كاينش شي حاجه زعما شي ثلاثه، ولكن ما عرفتي ما شافش الله على الساعه ودرنا السبب. نعم سيدي، هي الاسباب، هي الاطباء، هي الادويه، ولكن لب الاسباب وجوهر الاسباب طبعا هو الالتجاء الى الخالق، الى صاحب الشان الله سبحانه وتعالى. سيدي الله رحمة سيدي الله أستاذ. يا خويا قلوبنا معكم أخويا عبد الله، وكنتمنى الله يرحم والدينا أستاذ. شكرا بزاف على هذا البرنامج، كنستافدوا منكم زعما بزاف الحوايج، والله اللي يجازيكم. أكرمك الله خويا عبد الله، أكرمك الله خويا. نطلب الله تعالى في هذه الساعة المباركة، ونقول للسادة المستمعين هاد النوع من المكالمات يتكرر كثيرا في الإذاعة، كنلقاو أحباب ديالنا اللي كيستمعوا وكيتابعوا عندهم مشاكل كثيره، ولكن من اهم المشاكل ان يكون الانسان بلا اولاد. كنسمعوا الناس اللي عندهم الفقر، الناس اللي عندهم المرض، الناس اللي عندهم الحقره، الناس اللي عندهم بزاف ديال الابتلاءات، ولكن من اهم الاسباب اللي كتكون شاقه على الانسان كرب وابتلاء شديد هو انتظار الانجاب. انتظار الانجاب ربي سبحانه وتعالى هو الذي بيده هذا الامر، فاحنا كنضمنوا وكنقتسموا هذا الاحساس والمشاعر ديال العائلات اللي ما عندهمش الوليدات. صعيب وصعيب بزاف، لان فعلا الاولاد هم زهره الحياه الدنيا، الاولاد هم بسمه الحياه. اللي عند عطاه الله الاولاد عطاه خير كثير، رغم ان الكثير منا عنده الاولاد وما شعرش بهذه النعمه، ربما يتافف، ربما لا يقدر ولا يشكر هذا العطاء الالهي. مره الله عز وجل يذكرنا، يقول لنا يا عباد الله راه عندكم واحد النعم كثيره، منها نعمه الاولاد ما كتشكروش عليها. وكيذكرنا بماذا؟ بمثل هذه المكالمات تاع اخونا عبد الله اللي ذكرنا الان ما عندوش الاولاد، بمعنى اننا خصنا كل واحد فينا يحمد ربي والشكر مليون الف مره لانه اعطاه اولاد بلا سؤال. غير تزوج الشهر الاول المراه حملت، فضل من الله، كرم من الله. وكيدني مسكين سنوات طوال طرق الابواب لمهازم الطبي، كيمشي عند الاطباء، كيمشي عند العشابه اللي قالوا لك ديرها ديرها. كاين بعض الناس في البوادي كيقول لهم سيروا للاضرحه وسيروا للزوايا وقدموا قرابين، اللي قالوا لهم كيديروها من شده الرغبه والشوق في الاولاد. ولكن كنبغي نقول بان اعظم طريق للوصول الى هدف النبيل هو ان تتوجه الى الله، ما دام الله تعالى هو اللي اعطى، هو اللي منع، هو اللي عنده المفتاح. فاللهم يا رب يا كريم يا ودود يا رحيم، اخونا عبد الله في هذا اليوم المكرم، اللهم يا ربي أكرمه بذرية طيبة. اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك بحق قولك يا مالك الملك، يا مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ببركة هذا المقطع من الآيات القرآنية، اللهم ارزق أخانا عبد الله ذرية طيبة، ارزق الذكور والإناث. اللهم في العاجل، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم وأسعد قلبه بالذرية الطيبة، وكل من ينتظر الإنجاب قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. غنتحولوا المكناس مع أختنا لطيفة. السلام عليكم. أهلا. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كي دايرة الدكتور لاباس؟ أهلا أختي لطيفة. الحمد لله كي دايرة أنت بخير، كنشكرك على البرنامج بزاف كنستافدوا. العفو ولا لا؟ والله إلا كنستافدوا بزاف. العفو، الله يبارك فيكم. الله يرحم الوالدين، أنا عرفتي من الليل كنزير بزاف. احكي
وكنت في واحد تبقى عينيا بالوقت يتلقاو ليا في سميتو. ما شاء الله. تنصور بزاف وتنزير النفس تقبل لم تنهت ولا حتى حاجه، دابا راني مرتبكه كنهضر معاك مرتبكه. ما بنتي هذا هو علامه المس، التفوه اللي كيبقى يتفوه بكثره هذه علامه من علامات المس، وكيجي بالليل بالنهار تكون عادي. وكتبرش تحت وكنخاف. نعم اقشى القشعريره هذيك علامه بان هناك مخلوق قريب منك، قريب منك يعني ملي كيدوز من حداك هو بحال الريح، ديك الساعه الجسم عنده استشعار عن بعد، كيعود هناك قشعريره والشعر كيوقف. يا بنتي. كيوقف وبيخد ظهري كيتشوك عليا ظهري. هو هذا كيبغي يدخل لك من الظهر، كيقترب منك. ديك الساعه الجسم ديالو قرب من الجسم ديالك. انه يراكم. نعم. ويلا مشيت لطيفة، لطيفة انقطع الخط للأسف. عادة الناس اللي عندهم هذا الشكل ديال المس يكون عندهم المانع في محطو يديهم كيتقطع عليهم الخط، فيما مشاو كيلقاو الباب مغلق، ما عندهم زهر لا في زواج ولا في خدمة، ها هو الخط هو تقطع الآن المكالمة الهاتفية. هذا دليل أختي لطيفة بأن عندك فعلا عندك مس من علاماته التفوه بشكل متوالي، خصوصا بعد اصفرار الشمس أو غروب الشمس، بعد العصر والمغرب كيبدا الانسان يتفوه ولا شعر بالقشعريره، من ذلك ان المخلوق الغريب قريب منك، لانه وريح قريب منك، ملي كيقترب الجسم الاستشعار عن بعد كيؤدي القشعريره. ونحن لا نراه، ربي عز وجل قال لنا انهم يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، هو يشوفنا احنا ما كنشوفوش. وكيجي عاده عند البنات الغير المتزوجات كي ولاجه من الظهر، يعني انه جاي باش يكون كجني عاشق. انت في هذه المراحل الاولى لطيفه ما تخافيش، اعتبري هذا غير بحال حتى هذا المس راه بحال الامراض ديال الزكام، بحال الامراض ديال الحمى. كيكون الانسان كيقترب منه في الاول الى انتبه وخذ الاحتياطات صافي كيبسع منه. الاحتياطات بنتي لطيفه اول حاجه كما سلف الذكر مرات متعدده هو عدم الخوف، اياك والخوف، لان غير كيخاف الانسان كيعود عنده منافذ في الجسم ديالو، منافذ لا ترى بالعين مجرده، فيقتحم منها، يدخل من الودنين، من الفم، من العينين، من القبول، من الدبور، من اي منفذ كيدخل. ما تخافش، من اللي ما كتخافش كتغلق عليه الابواب. اول قضيه نبداو بها عدم الخوف اطلاقا، لا تخافوا الا من الحي الذي لا يموت. الامر الثاني وهي ان لسانك يكون رطبا بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ملي كتقولي هذا الذكر هو يستحي منك، إلا قلتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، داك المخلوق يستحي منك، كتذكري الله تعالى ما يقدرش يقرب منك. أما إلا قلتي لا إله إلا الله كتحول إلى سلاح، سلاح فتاك يضربه يحرقه حتى أنه ينصرف من مكانه. عليك بأن لسانك يكون رطبا بذكر الله. رأى العلة والحكمة أحيانا لماذا الله عز وجل يبتلينا بهذه الابتلاءات، لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. أحيانا يكون الله عز وجل بغى واحد الإنسان أو الإنسان يكون من الذاكرين والذاكرات، بغاهم يكونوا من المقربين ولكن هما بغاوش، فربي عز وجل كيسلط عليهم هذا الابتلاء باش ينخرطوا في الذكر. كنعرف واحد الصديق ديالي رجل في مستوى رفيع المقام، ومسكين كان مبتلى انه كان من اهل الدنيا، كان كيبحث عن المناصب، كيبحث عن الاموال، كيبحث عن الثروه. وقع ليه واحد الواقعه انه احد البنات ديالو وقع ليها مثل هذا المس، وتفتنوا ما خلوا ما داروا، مشاو عند الاطباء، مشاو عند النفسيين، مشاو عند الاجتماع، مشاو عند الناس كلهم، كاع اللي عنده شي علم داروا، مش عند الرقات والو ما كاينش. والحل هو شنو هو الحل؟ هو ان يكون ذاك المريض هو يذكر الله. ذاك المريض ذاته خصو، لان الراقي الشاطر الراقي الحكيم هو ماشي كيقرا القران وينصرف، لا كيعلم ذاك المريض، كيقول لي عليك انت بالمحافظه على الصلاه وذكر الله. فقال لهم لابد، جا واحد الراقي رجل فاضل قال لهم لابد من المواظبه على الصلاه في وقتها، لابد من الورد اليومي. الدار كلها تحولت الى ذكر، الراجل والمراه ديالو والوليدات ديالو، بعد مده زال داك الشيء كله بامر الله. ولكن ملي زال واحد الشهر تقريبا ما بقى حتى شي اثر. لكن ماذا اكتشفوا؟ اكتشفوا بان الله تعالى اكرم هذه العائله بالذكر، ولات عائله ربانيه، ولات عائله نورانيه. ذاك الرجل كيقول لي
ما كنت أن أصل إلى هذا المقام من تدين أنا وزوجتي وأولادي لولا ذلك الابتلاء. فالله عز وجل له حكم وأسرار. إذا أحب عبدا يقول لي جيل عندي، ملي كيكون العبد غافل غافل يبتليه بمثل هذه الابتلاءات حتى ينخرط في سلك الذاكرين. ولما يذكر رب العالمين آنذاك الله تعالى يرفع عنه البلاء ويتجلى عليه بالعطاء. الله يشفيك ويعافيك ويداويك بنتي، اللهم آمين يا رب العالمين. غنتحولوا الآن إلى خربقة مع للا فتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للا فتحة. ألو ألو ألو. السلام عليكم للا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج كدير لاباس؟ الحمد لله للا. دير ما الصحالة. الله يبارك فيكم. عقلت لي ليا أيها للا فتحة. عقلت عليك للا يا مرحبا. الله يخليك. الله حبت لينا. أعزك الله متي. لا يطول لك عمرك. اللهم أمين يا رب. أنا بغيت نعاود لك على ذاك المشاكل اللي كنت عاود لك على البلاد. أيه. هاد مشكل خور دابا كثرت المشاكل. لا حول ولا قوة إلا بالله. داك النايب اللي كان قلت لك راه كان داير الفوضى في البلاد. أيه. ديال أراضي الجموع. عقلت على لا. دابا حيدو. نعم شكون اللي حيدو؟ دابا ملي جا واحد. انتوما آخر مرة قلت لنا الفاتحة المشكل ديال أراضي الجموع أنكم الناس تقدموا بشكاية ولكن ذاك النائب كان شويه يده طويله وعنده علاقه مع ناس نافذين في السلطه. في ظرف 10 سنين استولى على 50 خدام. إيه؟ ديال الناس فقراء. إيه؟ ودابا ملي تحيد دابا راه ولا عنده مشكل مع خوه ولا كينزع حتى في خوته. المشكل دابا ملي داروا هذا النائب الاخر جديد. نعم. فهو نفس المشكل تاع هذاك. بحال هذاك الشيء اللي كان داير هذاك. ما حيدش. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو المشكل. دابا داكشي اللي كان محطوط في القيادة دايروا هذاك خينا يعني هذا تبع ما عرف عيري تبعو داكشي اللي داير. لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا ما عرفناش اش غنديروا معاه. هذا ما كيتفهمش هادشي بزاف. في مشاكل صداع كثيرة دار في البلاد ودار بينات العائلات. الفوضى نايضة في القيادة. داكشي النساء كتغوت الرجال كيضربوا لدرجة وصلت للقتل. أعوذ بالله. يا لطيف منو هذا الإنسان. أنا ما فهمتوش. ما كيتفهمش لأي إنسان عاودتي لي عليه ما كيتفهمش هذا السيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتحة درتو بنتي درتو الإجراءات القانونية. دابا حنا الحمد لله في بلد آمين مستقر في القانون في السيادة للقانون. درتوا إجراءات مسطرية مشيتوا مثلا المحكمة مشيتوا عند وكيل الملك. ها مشينا كل شيء هادشي صافي. المحكمة حاكمة لصالح با لأن بلاد هو دابا هما المشكل. دابا هو با شاد النصيب ديالو. نعم. ولادو شادين نصيبهم ونصيب عمي واحد أخر في كازا. نعم. دابا هما استولوا على جوج حقوق ودابا لدرجة باغيين يستولوا على الحق ديال با. دابا الحكم صدر في المحكمة. نعم. الحكم صدر في المحكمة لصالحكم. صدر في المحكمة. دابا تنفيذ. نعم. دابا وهاد النيب ملي كيجي النيب كيولي يهضر شي هضرة ديال داك النيب اللي داز الأول اللي كان كينزع الورثة. علاش دابا كان بغى ينزع با على حساب البلاد بغى يشدها هو. دابا كيقول لولاد عمي كيقول لهم بأن غندوز لكم البلاد سميتكم وغنزع لكم عمكم باش تبيعوا ليا. ايه ما شاء الله. هذا استغلال النفوذ استغلال السلطة. دابا فهمتيني. دابا هو يا ولي درجة هاد المرة ملي سمعنا من خوه ناض نزع خوه. ملي نزع خوه دابا بغا يدي لي حقه. دخل هذاك خوه دخل عند القيد وقال لي راه خويا في ظرف 10 سنين ملي دارني في ظرف هادي 10 سنين استولى على 50 خدام ديال الناس الفقراء. شد فيه خوه دابا؟ هذا شد فيه خوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ملي مشيت للقيادة وسمعت هادشي من عند خوه. نعم. صافي قلت أنا ضروري غنعيط لك ونهضر لك على هاد المشكل. لا حول ولا قوة. لا فتحة حنا تكلمنا اليوم على قضية قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. بعض الناس اللي هما غالطين ربما كيسعى أنه يأخذ الأموال يأخذ الحقوق وكيظن بأنه هو أقوى من القانون أو عنده قدرة على أنه يراوغ القانون أو غير ذلك من الأمور. ولكن ينسى بأن الكون له ملك
اللي هو الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك وإنما يمهل ولا يهمل. وللأسف هذا الإنسان غلط، لو أنه لقى لي وعضه، لو أنه لقى اللي يعطيه التوجيه والإرشاد باش يعمر قلبه بالله تعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا كيلقى بعض الناس عندهم نصف الصفة، واحد كياخذ وكيعاود ياخذ وما زال كيعاود ياخذ، ويقول لهم لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه واديان، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليه مثلات، ولا يملؤ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. المقصود هو أنه كيبين لنا نبي الرحمة اللي هو عنده خبرة بالقانون وبعلم النفس البشري وبمآل الأشياء، قال لك بأن النفس البشرية عن بعض الناس منغوطة بغت تأخذ كل شيء. لو كان له وادي من ذهب، وادي الذهب راك غني، راه الله يجعل البركة، ولكن هو قال لك لابتغى إليه واديان، يشوف الآخر بغى يديه هو، ولو أعطى الله جوج الوديان ديال الذهب مازال عينك تمتد وبغى ياخذ الثالث، ولكن الثالث ياخذ الرابع ويزيد الخامس ما يساليش. ولا يملؤ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا السيد اللي كياخذ الله يسترنا ويسترو، أكيد أنه راه كيتقن على راسه. واش نسى بأن هناك يوم اسمه يوم الحساب، يوم التلاقي، يوم التغابن، كيتسمى يوم التغابن. ما معنى التغابن؟ أن الإنسان كيشعر بالغبينة، يقول يا ويلته، كيبقى يقول يا حسرته، يا ويلته، من شدة الغبينة، أنه ما كانش عارف أو أنه كان غافل. مرة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف واحد الناس فيهم هذه الصفات، هذه الصفات كيقلبوا وكيدوا فلوس الناس ما كيشبعوش، دائما هل من مزيد هل من مزيد، إما يمشي للسلطة وإما يمشي للتجارة ولا يمشي موقع نافذ، بغى ينصحهم. ودار أسلوب تربوي جميل، جمعهم دار لهم واحد العرضة في الدار، ومن اللي حطوا بالطعام غياكلوا جابوا ولد عمه عبد الله بن عباس، وكان نزل الصبي عنده ديك 13 عام 14 عام، جلس حداه وبغى يوجه لهم الخطاب، ولكن هما حتى ما كيسمعوش. دابا هما كيظنوا بانهم فوق الناس، هما ما يسمعوش الكلام شي واحد مثلا من اهل الدين او التقوى كيقول لك هذاك في الهامش، هما اعلى مقاما. وحتى سيدنا رسول الله نظروا له هذه النظره، فبغى يعلمهم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذكيا، جاب هذا الغلام عبد الله بن عباس ودار واحد الوليمه، هما جالسين كياكلوا وهو كيوجه لي الخطاب، يقول لي يا غلام اذا اكلت فسمي الله. بغى يقول لي زعما هاد الوصيه راه الناس كياكلوا ما كيسموش الله تعالى، لان اللي كياكل الحلال كيسمي الله عز وجل. قال لي يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك ولا تنظر الى لقمه اخيك. اعطى توجيهات، كل بيمينك وكل مما يليك ولا تنظر الى لقمه اخيك، ديما كيشوف الاخر واش عنده وبغى يصلي. وقال لي مجموعة توجيهات، واعلم انه لو اجتمع انسكم وجنكم واواخركم واولكم على صعيد واحد وارادوا ان يضروك بشيء ما ضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. حديث طويل جدا لا داعي لذكره بالتفاصيل. المقصود هو ان النبي الاكرم كيوجه رسائل عندها علاقة بالحياة اليومية بالخطاب الديني، خطاب الديني ربما عنده سحر في القلوب، وكيوجه خطاب لأناس في الواقع عندهم شراهة، إما في جمع المال، إما في التزوير، إما في أخذ أموال وحقوق الناس بالباطل، فكيوجههم ودائما كيقول لهم انتظروا الحساب. فهذا السيد هذا مسكين راه غافل، طلبوا الله الله يهديه، أحسن طريقة تدعي معاه دعي له الله بالهداية. إلا هداه الله عز وجل راه يستقي الضمير ديالو وغيمشي عند الناس اللي دا لهم رزقهم وغيدق دارهم ويقول لهم فلان خذ أخويا رزقك، سمح لي راني استعملت الشطط في استعمال السلطه واستعملت المهارات ديالي وديت لك رزقك. ديك اللحظه ما كنتش كنخاف الله، ولكن دابا الان استيقظ ضميري وعرفت بان الله تعالى ناظر الي وجئتك برزقك. والله شحال ديال الناس كنعرفوهم كانوا مثل هكذا، كان كيجمع اكيجمع بحال الحاطب والليل، الحرام والحلال ويظلم، والناس ما خلوا ما داروا معاه، شكاوا عند القاضي وهو فوق القاضي، شكاوا للسلطه وهو فوق السلطه. ولكن جاء واحد الفقيه واحد النهار قال لهم تضيعوا وقتكم، دعوا لي الله بالهدايه، دعوا لي الله تعالى بالرشاد، دعوا لي الله بالرحمه. هذاك راه مسكين محروم من رحمه الله. ففعلا دوك الناس كيتجمعوا، دوك المظلومين كيتجمعوا كيقول يا ربي تهديه، يا ربي تحيي الضمير ديالو، يا ربي تحيي القلب ديالو. وفعلا واحد النهار
تيشعر براسه بان القلب حيا، داكشي اللي جا من عند ربي سبحانه وتعالى. فبدا كيدور عند الناس يقول لهم يا فلان ديت لك رزقك، اسمح لي انا بغيتك تسمح لي في الدنيا قبل الاخره، شحال كتسال هكذا وكذا، ها هو خذها وزيدك هذا جزاء ما روعتك، زيدك هذا. وحتى اعطى الناس كل شيء رزقهم، وربي عز وجل هو فيضان للرزق، ولقى المحبه والموده بين الناس. طلبوا الله تعالى كل واحد منا اداش رزق ديال شي ناس، يحيي الضمير ديالو ويرد الحقوق لاصحابها، وربي عز وجل هو الرزاق ذو القوه المتين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدنا مستمعي الافاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات. اللحظه نتحول الى اقليم العطاويه مع للا خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي الحاج حياك الله للا. يا طيب رفع الله مقامك. والله لا يشد لي الخط اليوم، عرفتي عامين هذه وانا كنطاسل. لا لا الله اسمح لينا للا، اسمح لينا الله يرفع مقامك. والله العظيم قلبي كيضرب. الله يعزك للا في الدنيا والاخره. الله يجازيك بخير، الله يقوم امثالك. اكرمك الله. الله يخطيكم علينا. شكرا لك للا. سي بحاج بغيت تتبع معايا، كنقرا القران وكننساه. انا قاريه. اييه. داخل الجامع كنقرا مع الخوات. مزيان في اقليم العطاوية. الحمد لله الجامع تما كاين شي مقرئ من المجلس العلمي او مقرئة استاذة كتقريكم. ايوه الحاج. تبارك الله، شحال من حصة عندكم في الاسبوع؟ كتقرينا من الاثنين للجمعة. من الاثنين للجمعة، تبارك الله. التوقيت المناسب اللي كاين لامكم ثم يا ربات البيوت، شنو هو التوقيت اللي عندكم؟ جوج نهار ولا شحال؟ عندنا من الوحدة ونص نقول بحال جوج نيت، من دايرة التوقيت من الوحدة ونص لثلاثة ونص. بارك الله مزيان الحمد لله، هذه فرصة وقت مناسب لربات البيوت والطريقة. بالنسبة وقت مناسب كنحاولوا نسالوا الشغل ديالنا نديروا الوليدات نسيقوا المدرسة. الحمد لله. وطبعا الدراسة مجانية تبع المجلس العلمي. ايه الحاج. نعم هذه فرصة ربما للا خديجة باش هذه الفكرة تعمم. كاين ربات البيوت، شحال ديال العيالات دابا الان ربات البيوت كيسالوا الاشغال ديال البيت في الصباح، كيصيفطوا ولاد المدرسة، كيبقاو بوحدهم جالسين في الدار، كاين اللي كتبلا بالانترنت كتعود تشاطي، كاين اللي كتمشي عند جارتها يعمروا براتاتاي ويبقاو يقولوا القيل والقال. ولكن فرصة جميلة للا خديجة يستافدوا منك انك يديروا بحال الشكل ديالك، انهم حتى هما يمشيوا للمجلس للجامع اللي قريب لهم ويحفظوا القران الكريم والدروس ووقت مناسب الوحدة وسط ثلاثة مزيانة. كيمشيو العيالات تبارك الله الجامع عامر، وكيجيو العيالات كبار يميتوا وشدوا تبارك الله القراية وشدوا القران ما نعاودش لك. وكيكون ثلاث ولا اربعة كيكون الدروس، كيجيو شي اخوات كيعطيو الحديث والدرس. بارك الله. كنستافدوا منهم. بارك الله. ولكن الحاج ما العقل ديالي مابقاش كنعقل. ما شاء الله، شحال العمر ديالك لالا خديجة؟ عندي دابا 45 سنة. مازال بقى شباب، سيدنا عمر بن الخطاب حتى ل 50 عام عاد بدا كيحفظ في سورة البقرة، حتى ل 50 سنة، سيدنا عمر احفظها احفظها. كنت اللي سمعتها كتشد ليا في العقل وكنعقل مزيان. إيه. ودابا وليت كنقرا كنقول هاني شديت ونعاود ننسى. آية الكرسي تبارك الله حفظتها على الرقية في الراديو. مزيان مزيان. وخديجة أنت يا بنتي لالا عمك ما قريتي في المدرسة؟ لا قريتي كتابة والقراءة؟ لا ما عمري. تحفظي غير بالسمع؟ عاد السمع. حفظ الصور الصغار باش كنصلي فهمتي عاد السمع. تبارك الله تبارك الله، الله يكمل لك الرجاء. آية الكرسي راه حفظتها على الرقية اللي كتجي نهار الخميس الأخ. نعم. مزيان الحمد لله. اي حفظتها يعني حفظتها مزيان، وملي تندوز فيها نيت في الكتاب كان بقيتها دايره حافظها مزيان، يعني ما كان غلطش فيها داك الشيء. مزيان لالا، الله يكمل لك الرجاء، الله يعطيك القبول باذن الله تعالى. امين. وكما قلتي نيت بعض النساء اللي كيكون عندهم وليدات وداك الشيء يسالوا شغالهم يمشيوا لاقرب جامع ليهم ويستافدوا. احسن ما يكون. يا لالا خديجه. يا لالا الله يتقبل منك لالا. عندي انا شغل في الدار، عندي خدمه اخرى في الدار، وكان نمشي نطبق القرايه هي اللي كنجي للعمل في الدار. دابا راه خدامه في الدار عندي في
الله يعاونك. اي العمل يحبه الله تعالى. عندي شويه خياطه في الدار كنعاون بها راسي. ممتاز. لا دابا راني عارفه الخدمه اللي ديال الدار. هذه الحرفه ديال سيدنا ادريس. سيدنا ادريس كان خياطا، وسيدنا عيسى كان سباغا وصيادا، وسيدنا موسى كان راعيا للغنم وفلاحا، وكل واحد من الانبياء الا ودر حاجه. سيدنا داوود كان حدادا، وهذه حرف كلها مباركه ديال الانبياء، الله يتقبل منك. لاله خديجه، اول حاجه كنبغي نقول لك، انت ما قريتش في المدرسه، حنا ربي عز وجل لسر وعلا قال النبي الامي، النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا. لماذا سماه الامي؟ لان القران الكريم غادي يجوا ناس تاريخ البشريه غيكونوا عندهم الاميه، ومع ذلك غيقولوا احنا اميين ما نقراوش، غنقولوا لا، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عمره ما قرا في المدرسه، وربي عز وجل بقوه الاراده واليقين حفظ القران الكريم وتمكن منه، علمه شديد القوه دمره. فرغم ذلك القران ليس كاي كتاب. اي كتاب قريتيه في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، في الاداب، في علم النفس، في علم الاجتماع، في الجغرافيا، في التاريخ، في اي ميدان، الا ما كنتش قاريه ما تقريش الا القران. القران الكريم الوحيد اللي كيعرفوا له الاميين وكيحتاروا فيه حتى العلماء الاجلاء. قال في الله عز وجل: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. غير بالسمع، وناس ما كيشوفوش اصلا وحفظوه عن طريق السمع. لالا خديجه، دابا المشكله عندك ربما عقلك عامر وكتنساي، هو المدرسه من جوج ثلاثه ملي كتقراو عند الاستاذه هذيك غير كتوجهكم، اما الحفظ له تقنيات خاصه. الحفظ امتى كيكون؟ كيكون غالبا في السحر، يعني قبل الفجر، وقت السحر، او كيكون بعد الفجر، هذا هو الوقت المتميز للحفظ. قبل الظهر كيكون ديك الساعه على 10 الصباح ساليه الحفاظه، وفي المساء كتكون المراجعه، اخر ما كان الناس كنراجع داك الشيء اللي حفظت. هذا كيتسمى المنهج الاستردادي، انني كان نراجع داك الشيء اللي حفظته بالنهار. المراجعه الاخيره كيبقى الدماغ ديالك يدور، كيبقى يعاود داك الكلام اللي قلته مرات متعدده في المنام. لاحظي معايا، شي مره كتنكي بعض الناس كينعس، ربما كيسمع شي اغنيه وكينعس. في الصباح غادي غير يفيق، غادي يلقى لسانو كيغني نفس الاغنيه. لما؟ لان الدماغ اخر حاجه شزلها هي ديك الاغنيه وتاثر بها، ولا ربما اعجب بها، وفي الصباح غادي يلقى بانه ينطق بها. علاش؟ الليل كله والدماغ كيعاودها بحال الكاسات كتعاود. كذلك القران العظيم اللي حفظنا بالنهار نراجعوه بالليل قبل النوم، وديك المراجعه الاخيره فيها واحد البركه كتسمى الاسلوب الاستردادي، كيبقى يتردد في الذهن، وفي الصباح تلقيها على لسانك صافيه باذن الله. الله يتقبل منك لاله خديجه، والله يعاونك. وهذه فرصه للامهات وربات البيوت انهم يمشيوا للاقرب مسجد تابع لهم ويسولوا البرنامج ديال المجلس العلمي في المنطقه، وغادي يلقاو المغرب كله في اكثر من 73 مجلس علمي، وكاينين الالاف المؤلفه ديال المؤطرات التربويات، والابواب مفتوحه للجميع مجانا، ما تحتاج لتا حاجه. وغتلقى تمايا وناس طيبين، وغدير صحبه طيبه، وغتلقى مع ناس اخيار، وغتفيد وتستفيد. الله يتقبل منك لاله خديجه، والله يعطيك القبول في الارض وفي السماء، اللهم امين يا رب يا كريم. نتحولوا من العطاويه الى اكادير مع لاله سعيده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور لاباس عليك؟ كل شيء بخير؟ الحمد لله. لاله الله يبارك فيكم. الحمد لله. عافاك الدكتور، بغيت النمره ديالك. مرحبا لاله. واخا شكرا. يرحم والديك، كنشكرك على البرنامج. العفو لاله، العفو، العفو لاله. انا غندوز لك الستاندر، معنا الاستاذ صابر فونده في الاخراج وتلقي المكالمات ان شاء الله تعالى. عطيك الرقم، كنبغي نخبر، عندي ثلاث ارقام كنجاوب على هذا ما كيكونوا كلهم في وقت واحد. شكرا لك لاله سعيده. وغنتحولوا الواتزم مع اخينا صلاح. السلام عليكم سي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أودي سي الحاج، والله إلا ما اشتقت تدوز باش تدينا الخط. معذرة خويا، معذرة، اسمح لنا. لا أنا عارف اللي كاين أودي سي الحاج، المهم تنستافدوا منكم بزاف وتنشكركم بزاف والميدالية كلها، الطاقم ديالها. أكرمك الله سيدي. سي الحاج أنا عندي واحد المشكلة وبغيتك تنصحنا، الله يرحم والديك. مرحبا خويا. الصلاة نغد عندي 24 عام. نعم. باقي عازب مزوج. نعم. المشكل اللي عندي سي الحاج تنطيح فيه الزينه بزاف. ما شاء الله. دابا المشكل سي الحاج يعني الزينه وتكون منها حوايج اخرى وليت
راهو احيان بزاف ويعني مشاكل بزاف في الليل. اي خويا فهمتيني سي الحاج؟ اي فهمت اخويا. دابا في الليل استاذ نحلم يعني كيجوني كواليس في الليل كنولي المعرف يعني نجلس مع اشكال غريبه وبعض المرات يتسلفوا بصفه ديال الرجال بعض المرات نساء. اي خويا. دابا المشكل يعني خاصني يوميا ندوش يعني يوميا. اييه الوضوء الكبير. نعم سي. ما عرفتش سي الحاج شنو المشكل ما عرفتش غندير يعني تيأرقني في حياتي و. اي خويا صافي. لا لا استاذ. الله يحفظك اخويا الله يحفظك ويشافيك ربي سبحانه وتعالى. ما تخافش اخويا صلاح ما تخافش ان شاء الله كل شيء غيتصلح باذن الله. انت اسمك صلاح وقال لك لكل منا له من اسمه نصيب. اسمك صلاح وان شاء الله الصلاح غادي يكون هو الطريق ديالك. الحاله اللي قلت لنا هي ايام عند الكثير من الشباب. كاين بعض الشباب الذي كيكون مذهول بنفسه كتلقى ربما كينظر نفسه في المرايه كيعجبو راسو. هذه نعمه عطاها الله الجمال. شحال من الشباب كنعرفو بحال الشكل ديالك عطاه الله الرشاقه كتلقى رشيق كتشوف راسو في المرايه شعره ناعم وجهه صبوح الهيئه ديالو جميله. هذا ما معناه ان الله تعالى اكرمه ان الله تعالى تهلا فيه دار لي صوره جميله. فاش كيوقع لهذا الشاب انه مباشره كيعود في اغراء للاخرين فكيستغل هذه النعمه اللي عطاه الله تعالى في انه يقترب من النساء. كاين واحد اخر اللي صورته مقبوله ولكن عنده رغبه قويه فحوله قويه. هذه هي نعمه اعطاه لي الله تعالى باش للانجاب والحياه الزوجيه المستقره وهو يتعجل وكيمشي يبين القوه ديالو. كاين اللي ما عنده حتى حاجه راه هو يبغى عنده هموم اللي عنده هموم وعنده مشاكل بغى ينسي وكيفاش غينسي كيبقى يمشي لهذا العالم. هذا العالم ديال الله يحفظنا واياكم ديال الزينه. هذا العالم راه كيسموه العلماء بحال العنب والمجيع. العنب والمجيع هو ان الانسان عمرو اذا مشى ليه عمرو ما غادي يسالي. العنب المجيع يروى قصه طويله شي واحد فيه الجوع وقال لي هكا العنب وملي كلا العنب عاد زاد جوعا ازداد جوعا. هذا العالم هذا الطريق ما يسالش من الانسان. صلاح الكلام اللي قلتي كنسمعوا مرارا من عند الشباب في السن ديالك. كتلقى انسان شاب في عنده مقتبل العمر عنده فراغ ديال الوقت كتلقى دائما كيتهلا في راسو كيلبس مزيان كيستعمل جل او كيستعمل داك اللباس الصاغي او كيخرج مع راسو مقبول مقبول. وللاسف الشديد الوضعيه الراهنه ولات الايام زمان كان الواحد اللي بغى يحصل على المراه والفتاه صعوبه كبيره. دابا الان مع الوسائل التكنولوجيا الحديثه كتسهل اللقاء. هالموقع في الفيسبوك هالموقع في تويتر هالشات هكذا سهل سهل جدا لا تحتاج الى اي صعوبه للحصول على المأرب. ثم الى عندك المال في جيبك يا ما خلا ما دير لا حول ولا قوه الا بالله. ماذا يقع فيما بعد؟ هو ان الانسان في الاول يستانس مع رفقاء السوء. عنده شي ابارتمون ديال والديه ولا ديال صاحبه كيستغلها عنده واحد السياره عنده كذا. مع المده اش كيبدا يوقع؟ الله عز وجل اخبرنا بان هذا الزنا ربي لا يرضاه. وربي قال لنا بان ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. الاثام كثير اثام عظيمه هذيك الاثام كتهجم على القلب. معظم الشباب اللي لقيت عندهم هذه الصفه كتلقى عندهم صفه متلازمه وهي كيطيحوا في الاكتئاب. كتلقى عنده اكتئاب شديد ومن بعد كتظهر فيه امراض. معظم الشباب اللي تلاقيت بهم في هذه الصفه واحد المده كتبان فيهم امراض. شعره كيطيح كينوض فيه الحبوب في وجهه كيضروا القلم ديالو كيعطي واحد الالم شديد كينتفخ. ومن بعد واحد المجموعه منهم ربي عز وجل سمى نفسه بانه رحمن رحيم ولكن شديد العقاب. كيبدا الانسان كتسلط عليه مخلوقات غريبه في المنام. هاد المخلوقات في الاول تقدر تكون من الاناث النساء من عالم الجن كيتسيفوا في صوره معينه وكتجي تهجم على الانسان. اليوم كيقاومها غدا كيقاومها بعد غدا كيقاومها ومن بعد ما كيقدرش يقاوم وكيستسلم وكتعود معاشره زوجيه كامله بزز منه. كاين اللي يزيد الاعتداء والظلم فكيجي ذكور ومن بعد حتى هو بزز منه. واحد الوقت كتعود حياته عذاب. بالليل غير كيقارب الليل وكتلقى عنده الخوف يا ربي كي غنواجههم شكون اللي غادي يحميني. كيدخل الدار ديالو كيسد عليه بيته مخلوع
الليل جا الناس فرحانين عيا ونهار كامل هما خدامين، قالوا في الليل غنتوضا غنصلي ركعتين غنذكر الله وغنعاس غنرتاح غنحيد الالم ديال النهار ونصبح ان شاء الله بخير وعلى خير. لكن مسكين اللي في هذا النوع كتلقى كي قبل الليل كيبان لي جهنم الكحله، كيبان لي واحد العذاب شديد، غير كينعس وكيشعر بالنمل كيدخل لي في رجليه، وشويه كيشعر بالريح كيدخل لي في ودنيه، وشويه كيشعر راسو كيتكبل وكيتقيد، وشويه كتبان الحياه كلها هكايا حياه زوجيه غير شرعيه، وكيتالم وكيضيع. اش كيوقع؟ هاد المخلوقات ملي كيجيو عند هاد الشاب وكيمارسو معاه الجنس اش بغاو منه؟ راه كياخذوا منه اغلى ما عنده، واحد الماده كتسمى رحيق الحياه. حنا بني البشر عندنا ماده سميتها رحيق الحياه في الجسم ديالنا. ملي كيجيو ما ياخذوها منك راه كياخذوا منك السر ديال الحياه ديالك. لان الانسان كيكون في صوره واحد النهار كيبدا يدبل، هو جميل واحد النهار حتى كيبدا يدبل. كنعرف واحد المجموعه من الشباب وقع عليهم هكذا بعد سنوات عده بدا كيدبل، بدا كيبان لك الشعر كيشيب والتجاعيد، السنان كيطيحوا والبصر كيمشي كيتهدم كيريب كيريب، حيت هما خاضوا منه ما يسمى برحيق الحياه. الا بقى الانسان في هذا الطريق هذا كيتعذب وكيعذب العائله ديالو، ما يقرا ما يخدم ما يجمع فلوس ما يستقم مع العائله ومع المجتمع، كيبقى دائما في عذاب اليم. السبب كله منين جا؟ جا بانه تجرأ على الحرام. دابا اخي صلاح الطريقه ديال العلاج بسيطه جدا بسيطه، وهي اول حاجه غنبدا غنقول هذاك الشيء ديال الزنا غنبعد منه، واخا كاين الاغراءات غنبعد منه بكل وسيله ممكنه. غنقوي نفسي ونحاول نشدد الفرامل ديال الذات ديالي وما نوقعش في الحرام. الا تغلبت غنصلي لله ونقول يا ربي تعاوني يا ربي تعاوني. الدعاء عنده واحد السر عظيم. مره واحد الشاب بحالك في عهد الصحابة رضي الله عنهم دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ويدخل لعنده أمام الملأ، حاضرين تقريبا شي 4000 5000 واحد من الصحابة غير لأجل الله. والشاب دخل أمام الملأ وقال لي يا رسول الله بصوت مرتفع ائذن لي في الزنا. الصحابة سمعوا هذا الكلام قالوا هذه وقاحة، ناضوا بغاو يضربوه. قال لهم اتركوه. قال لي تقدم أيها الشاب، اقترب حداه. قال لي اجلس. وجلس بين يديه ويقول لي بينو بينو بلا ما يشهر. قال لي أتريد أن أأذن لك في الزنا؟ قال لي نعم يا رسول الله. قال لي هل ترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونهم لأمهاتهم. قال لي هل ترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال لي أترضاه لزوجتك؟ قال لا. قال لي وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم. قال لي أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. وذكر العم والخالة وكل ما جاور ذلك. والولد دائما يقول لا لا أرضى لا أرضى. والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك الناس لا يرضونه لأهلهم. ثم بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يمسح بيده الكريمة صدر الشاب، ضرب لي الصدر دياله ومسح ليه ويقول لي اللهم اللهم اشرح صدره وحصن فرجه، اللهم اشرح صدره وحصن فرجه. فقام ذاك الشاب، من اللي قام مباشرة قال لك أبغض شيء أصبح إلى قلبي هو الزنا. بلمسة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة على هذا الجسد خرجت منه كل خلية وهرمون وكل نوازع الشر، خرجت بلمسة طيبة. وكذلك الدعوة الصالحة. بعد مرات في الجامع ملي كنصلي وكنتلاقوا مع المؤمنين كتلقى واحد مسلم مؤمن كيصلي كتسلم عليه، هذيك المصافحة اللي داروها بعض الناس وخا الباقي يقول لك بدعة، هي ديك الملامسة عندها واحد الأثر عظيم. مؤمن يلامس مؤمن. كان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يربت على الكتف، كان اللي تلقى معاه كيمس في الجسم ديالو. راه تمر هناك مشاعر، تمر هناك أسرار ربانية بين هذا الجسد وهذا الجسد، الإيمان والطهر والعفاف. راه الصالحين من أمة هذه الأمة العلماء ديالهم جعلوا أن ملي كنصليو وكنساليو وكنديروا الصلاة على النبي كنسلموا بعضيات هذيك المصافحة. طبعا هي ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كشكل راتب، ولكن الناس داروها حتى انقطع الوحي، داروها غير ترتيب لأن فيها واحد السر. ملي كتصافحني وكنصافحك في الصلاة الخير اللي فيك كناخذ منه نصيب، والخير اللي فيا كتاخذ منه نصيب، وملي كنوض كنعود كنوض وانا طاهر مطهر.
فاخي صلاح غتبعد من ديك الشله ديال الاصدقاء اللي انت معاهم اللي هما كيغروك كيقول لك يلا مشوا عند الفتيات يلا اليوم راه سامدي نوار اجي ندوزوا واحد الليله ساخنه اجي نمشيو نديروا كذا وكذا وانت كتقول باقي الحال انا شاب صغير مازال امامي الوقت ولكن ما كاينش ما باقي امامي الوقت الوقت هو هذاك النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم كيقول لك لا تزل قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع منها عن شبابه فيما ابلاه انت كتعيش في الشباب اياك ثم اياك تنصرف لهذا الميدان انت في هذا السن 24 سنه خاصك لابد الدراسه والعمل والرياضه والعباده والعمل الجمعوي هاد الامور الخمسه احرص عليها وغتكون ان شاء الله رجل ديال المستقبل الحاجه الاولى الصلاه اللي هي عماد الدين الامر الثاني هو الدراسه لان العلم نور باقي صغير كمل الدراسه تسجل قرا بحث الحاجه الثالثه العمل باش تكسب وتوجد باش نهار تخطب وتبغى تزوج تكون عندك الرصيد ثم الرياضه مهمه لابد تكون كتلعب اي رياضه من الرياضه على الاقل العدو الريفي غتجري ثم الرفقه الصالحه تقلب الناس اللي هما صالحين وربي غادي يحفظك ويرعاك الله يجعلك من المتقين اللهم اشرح صدره اللهم حصن فرجه اللهم اصرف عنه الخبث والخبائث اللهم امين يا رب يا كريم. نتحول من واتزم الى اقليم جديده مع لاله توريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كي دايره اخي لاباس عليك؟ الحمد لله. لا عرفت انا عندي واحد جوج اسئله بغيت نطرحهم عليك. عندي السؤال الاول انني سمعت بان الانسان اللي كيصلوا بلا تقاشر واش ما دايرش ليهم كاع الصلاه ديالهم مره؟ نعم. والسؤال الثاني الناس اللي كيصلوا بآية الكرسي واش حتى هي دايز ليهم ولا لا؟ وبغيتك الله يرحم لك الوالدين بغيتك تدعي لي مع الام ديالي فيها الوسواس بزاف وديما كتبكي و بارك الله فيك والله يزيدك نور على نور. حفظك الله لا توريا شكرا لك بنتي الله يعطيك الخير والبركه. كجواب على ذلك ان النساء واش صلوا بالتقاشر ام لا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كانوا كيلبسوا الجوارب وحال تقاشر هما غلاط. لكن مرة احدى الصحابيات الجليلات قالت لي يا رسول الله انا عندي لباس سابغ ما عندهش تقاشر ولكن الجلباب اللي كنلبسوا سابغ معنى انه طيح الارض يعني فات لي رجليا. قال لها ان كان اللباس سابغا فلا باس. اذا كان عندك لاله الجلابه او الشوميز اللي انت لابساه طويل ومغطى لك رجليك فهو لا داعي للجوارب. الجوارب والتقاشر لان المراه لابد في الصلاه ديالها لا ينبغي ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين. المراه في الصلاه كل شيء خصو يتغطى هي واقفه امام مالك الملك الوجه ديالها هو اللي غادي يبان زائد اليدين. ومن هنا قال العلماء بان النقاب ليس واجب لو كان النقاب واجب لكان في الصلاه اوجب. مادام الله ما فرضوش في الصلاة معنى أنه ليس واجب وإنما الوجه ديال المرأة تكشفه هذا كله جائز وإنما النقاب قال العلماء هو شرط كمال وليس شرط وجوب. المرأة اللي كتكون حسناء جدا وملفتة للأنظار وكتخالط الرجال إما كتمشي للأسواق إما الحياة العامة وديما الناس كيشوفوا فيها وهي جميلة فيها واحد الجاذبية هنا قالوا دير النقاب. أما الأصل ما كاين نقاب هو الوجه مكشوف بدليل ان في الحج يمنع على المراه النقاب. ما كاينش المراه دير النقاب حتى لك ديرها من قبل ملي تجي عند الطواف خصها تحيدو واجب تحيدو. هذا دليل لانه ليس بواجب اصلا وانما هو من باب الاستحباب لمن اراد ذلك الامر. فالتقاشر من هذا القبيل المقصود ان المراه خصها تكون رجليها مستورين ولكن اذا كان تعذر لها ما عندهاش تقاشر ولكن عندها الجلابه او الشوميز اللي لابسها لتحت ويل اذا كان اللباس سابغا فلا باس. اما عن الصلاه بايه الكرسي لا القران الكريم نقرا في الصلاه نقرا باي ايه جميع الايات نقرا بها طبعا نتبرك بقراءه الايات اللي فيها الرحمه. القران العظيم كاين ايات العذاب وكاين ايات الرحمه وكاين ايات البركه وكاين ايات الفتح وكاين ايات الغضب. فعند الصلاه نتبرك بالايات اللي فيها الرحمه اللي فيها البركه اللي فيها الفتح. الانسان كي كان هذا
كأن الغضب لا يعنيك، يعني الكافرين ويعني المنافقين ويعني الطغاة، ولكن انت كتصلي مع المؤمنين كتقرا ديما بالايات اللي فيها الرحمه، تقرا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، مثلا هذه اداه مقطع فيها الرحمه، او تقرا محمد رسول الله والذين معه اشداء والكفار رحماء بينهم، تقرا داكشي ديال الرسائل اللي خاصه بالمؤمنين، انا فتحنا لك فتحا مبينا في الرحمه. وآية الكرسي من هذا القبيل، آية الكرسي فيها اسم الله الأعظم، آية الكرسي هي آية مباركة فيجوز نصلوا بها في الصلاة ولا شيء يمنع من ذلك. أما عن الوالدة عند الوسواس، هذا مرض العصر، شحال ديال الناس في عصرنا هذا عندهم مجموعة أمراض ولكن أصلها وسواس، كاين اللي عنده الاضطراب النفسي، كاين اللي عنده القلق، كاين اللي عنده الاكتئاب، كاين اللي عنده الهم والغم، وكلها في مجملها هي وساوس. وساوس هو ان الانسان كيكون جالس وكيسمع صوت كيتكلم معه، واحد الراس كيقول ليه كذا وراس اخر كيقول ليه كذا، دائما كيشعر. هذا الوسواس اصل ديالو روح خبيثه من الشيطان، لان عنده قدره انه يتكلم معك يوسوس لك يقول لك كذا وكذا وكذا. حنا كلنا كيجينا في الصلاه غير كنقولوا الله اكبر، كيجي عندك حدا ودنك وكيقول لك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، وكتبقى تفكر، مشيت للمدرسه، مشيت في الطوموبيل، دخلت المطبخ، صرفت الفلوس، حتى كتسالي الصلاه، هذا كتسمى الوسواس في الصلاه، خاص بالصلاه. وكاين وسواس اخر كيكون في الحياه اليوميه، وكاين اللي كيكون وسواس طاغي، هذاك حاله مرضيه كيعود الانسان كيتخيل ليه خيالات وكيسمع اصوات وكيعذبه عذاب شديد يؤدي بصاحبه الى الحمق والجنون. ولهذا ربنا عز وجل الرحمن الرحيم وضع في كتابه العلاج لكل الامراض النفسيه وحتى العضويه والروحيه. من بين هذا العلاج ديال الوسواس ان اللي هو مريض ماشي ضروري نجيبوا ليه الراقي يقرا عليه، راه الراقي الاثر ديالو هو انه ينصح ذاك المريض انه هو يعود ذاكر، هو يعود مقرئ، ولا ما كانش عارف يعاونه باش يتفهم الى الامام. الام ديالك تقرا كل ليله قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تقراهم مره واحده ولا ثلاثه ولا سبعه، تقرا في الصباح وفي المساء. اللي عنده الوسواس يقراهم مره واحده، لكن الوسواس شديد نقراهم ثلاثه مرات، الا كان الوسواس خطير جدا نقرا سبعات المرات. قل هو الله احد، فيه ذكر الله، توحيد الالوهيه، الله الصمد، الصمد اللي هو اسم من اسماء الله الحسنى اللي هو يقال بان فيك اسم الله الاعظم. والفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات دوك السحره اللي كيفتوا في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، يقدر يكون ذاك الوسواس ناتج عن سحر او عن حسد. ثم الناس، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، كيوسوس لك في قلبك وفي فكرك وفي عقلك وكيسطيك. شحال ديال حالات الطلاق الان في المحاكم سببها الوسواس، شحال ديال الصراعات والنزاعات الوسواس. ولهذا الاحبه الكرام نواظبوا على هذا الحسن الحصين، تلاوه الاخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء، اما مره واما ثلاث مرات واما سبع مرات، وربي غيجيب الشفاء من عنده، الله يشافي ويعافي. ونتحول من اقليم جديدة الى الدار البيضاء مع ام يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله استاذ. اكرمك الله. لا ولدي وانا كنتمنى ندوي معاك والحمد لله الحمد لله، وفي الاخر عافاك عطيني النمرة ديالك الله يحفظك الوالدي. ولدي عنده 30 عام شاب. انا زوجي اللي توفى هذيك الكيس، وزعما دايره معاه المستحيل، هو الحمد لله عنده ديبلوم وما سهلش الله على خدمه. واكتشف انه تيكني حشيش. الله 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 الله. وفوق ما يمشي يتقدم شي زعما ولد انيق مبين مؤدب، يمشي يتقدم لشي خدمه
ما عندوش ظهر، خدم شي عام قبل الوفاة ديال با، ومن بعد كانوا يحبسوا الناس، حبسوا حتى هو. ومن بعد دابا تيتقدم كل خطوة يتقدم، يعمل بحالني اونتروتيان دازيان تخوازيان، حتى تيكون في لي غوسوغ جمال وما تيكتفش. هو يدور وما كاين ما يدير. بحال السيد اللي قبيله قال لك زينا ولا بدا راهو خايف يتصرف وما يتصرفش كلش نتحكم فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. ادعي لنا يا رب يا رب الله يحفظه لك يا لاله ام يونس، الله يحفظ لك وليدك يا رب، الله يحفظه لك يا لاله. ادعيني معهم فهما يا رب، تحفظ جميع ابنائنا وبناتنا يا رب يا رب. لا اله الا الله، ربي هو الحافظ، لا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله، احيانا كنلقاو بعض الامهات كي 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 كيمزقوا القلوب ديالنا. كتلقى هاد الام المباركة عندها هاد الولد فرحانة به، ملي مات الرجل كتقول هو الخليفة، هو اللي غادي يبقى ورباه، اللي غادي يهز الحمل واللي غنحتمي به، ولكن يتورط وكيدخل الميدان ديال الانحراف. معظم هؤلاء الشباب ملي كنسولوهم كيفاش تمشيتوا لهذا الانحراف؟ يقول لك ملي كتقلب كتلقى رفقة سيئة. رفقة سيئة، أنا في الأول تلقى مع واحد تلميذ إما في المدرسة إما في راس الدرب إما في شي مكان معين، وقال لي هكا ذوق، ومن اللي ضاق أعجب بذلك وبقات وحدة ورا وحدة حتى ولا حتى هو مشى في الطريق. طبعا من الحشيش هو نوع من المخدر وحكمه التحريم، وطبعا أن الإنسان اللي كيخدر العقل راه هو مناط التكليف. الخمر والمخدرات كتمشي للعقل، وصاحب العقل إذا كان مضرور ملي كيدخل أي عمل صعيب باش أنه يكمل. راه اللي كيكون مبتلى بالزنا بالعيالات كيمشي هنا، واللي مبتلى بالخمر واللي مبتلى بالحشيش وبالقمار، هاد الأمور اللي حرم الله عز وجل، هذا مولاه ما كيدير والو. ملي كيبغي يدخل أي ميدان ما يقدرش يستقر. يلا يدخل الميدان غادي يبدا يطلب، غايقول صحابو سلفوني، غادي يقول لهم أعطوني، وديما هو خصو يصرف، لأن هاد الأمور القمار والمخدرات والخمر والحشيش والنساء هادو كلهم خصهم الفلوس، والانسان خصو ياخذ الفلوس باش ما كان. وكيبدا في الاول يتسلف، وبعد السلف كيبدا يقلب انه يبيع، يبيع اللي قدامه، وملي اللي لقاه يبيعها، وملي سلم البيع يبدا يسرق، ومن السرقه اشياء اخرى لا اريد ذكرها، ان الله احضر السلامه. نبغي ام يونس احسن طريقه لالا هاد الشباب صعيب باش تكلم معاه، خصو واحد الجلسة يقبل هو الحوار، ويجلس مع شي انسان في مقام الوالد ديالو كبر منه في السن وفي الحكمة، ويجلس معاه ويشرح لي صدره ويعاود لي مشاكله، ويدير معاه واحد البرنامج تدريجي باش يقدر يتخلص من هاد المخدرات. راه وقفة ليه في الباب، راه العمل كيجي صعيب يلقى العمل، الحظ ما كاينش، اللي كيستعمل المخدرات الباب ما كيتقبلش، الله يحفظ. حتى لان مشى هو غير متوضئ، مشى هو غير مصلي، مشى هو متلبس بخطيئه. اذا كان هو غافل وما قدرناش عليه حنا، راه الام تقدر. اي ام من الامهات ديالنا اعطاهم الله عز وجل واحد السر الهي، القلب ديال الام، الروح ديال الام الطاهره، انك لا تفيقي مع الفجر ولا قبل الفجر بواحد ساعه او ساعتين ديال المكانه، وغتطلبي الله تعالى. بغيتك لالا ام يونس تحفظي الايتين اللي قلناهم في اول الحلقه، سوره آل عمران، جبدي سوره آل عمران وغتلقاي الايه 26 27 اللي كيتسماو ايات الملك، اللي فيهم سر الهي عظيم. اللي بغى العزه كيعطيها ليه الله تعالى، اللي بغى الملك، اللي بغى السلطه، بغى يدوز كونكور ديال القياد ولا ديال البشوات، سهل جدا غيقرا هاد الايات بيقين ينجح فيها. بغى يوصل بلا 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 كونكور، يوصل غير ببركه هاد الايات. هاد الكلام كنقولو ماشي كنقولو نظري، كنعرف اناس ماشي بالعشرات بالمئات مشاو في هاد الطريق ووصلوا. الناس اللي بغى المال، اللي بغى الثروه، يقرا هاد الايات ينزل السوق يبيع ويشري ويخدم ويوصل. اللي بغى العزه، اللي بغى العزه يقرا هاد الايات يعمر بها قلبه باليقين وغادي يوصل. اللي بغى يتغير، عنده واحد الصفه خايبه في نفسه، فيه الزنا، فيه القمار، فيه الحشيش، وبغى يبدل وما قدرش، يقرا هاد الايات ويقول على بركه الله تعالى وكيتغير، يتغير كليا. فهاد الايات اللي قلناها لام يونس اللي قال فيها الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم،
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. هذه الآيات غتقراها بيقين وبإخلاص وبثقة في الله تعالى كاتك الله العزة كاتك الله الكرامة كيبعد منك الأشياء الخيبة يخرج الحي من الميت. داكش اللي خايف فيك منك كيعود رجل صالح بأمر الله امرأة صالحة. نقراوهم بيقين والتمسوا الله التغيير. طبعا غنديروا الأسباب دائما الأسباب أنني لك تخدم نوض نخدم مع السروية ونتزاحم مع المؤمنين ونقلب على رزقي بالحلال وملي نوصل ربي غادي يعطيك ولكن بشرط باش تبقى هذيك النعمة عندك وإلا غتزول. ملي تعطاك هذه النعمة بغيتي السلطة يعطيك الله السلطة بغيتي الكرسي يعطيك الله الكرسي بغيتي يعطيك الله الثروة يعطيك الله الثروة بغيتي العزة يعطيك الله العزة بغيتي السعد يعطيك الله السعد بغيتي الخير كله بيده الخير يعطيه لك بشرط أن من يعطيك الله تعالى دائما لسولك من أين لك هذا قل هو من عند الله انسب العطاء لله إياك تقول أوتيته على علم من عندي. الأمر الثاني أنك تسخره في طاعة الله وفي رحمة الخلق يعطيك الله المال والسلطة والجاه ربي سبحانه وتعالى غادي يزيدك المدد وغادي تسخره في طاعة الله تعالى وفي رحمة الخلق. هذا الكلام كنقول لكم ماشي نظري وكنعاود نكررها. رأيت أناس بالمئات في السلطة في أعلى مراتب السلطة في أعلى مراتب الثروة في أعلى مراتب العزة في بلادنا وخارج بلادنا والفضل بعد الله عز وجل لتلاوة هذه الآيات البينات. كنبغي نقول كل واحد مهموم كل واحد حزين كل واحد فقير غنقول له وداعا للحزن وداعا للقلق وداعا للهم وداعا للفقر. الخير بين يديك العزة بين يديك افتح كلام الله المصحف الشريف على سورة آل عمران اقرأ الآيتين من 26 و27 احفظهما عن ظهر قلب رددهما باستمرار بخشوع بيقين صلي قيام الليل بهاتين الآيتين وسوف ترى عجائب الأمور سوف يغير الله حياتك كلها تتغير الحياة حياتك وحياة أسرتك وحياة من هم حولك وسوف تكون بإذن الله إنسان إيجابي في الحياة إنسان سعيد في الحياة إنسان يعمل ولا يكل إنسان لا يمد يديه لأي مخلوق لأن الخالق جل علاه تجلى عليه بالعطاء. الله رزقنا وإياكم الإيمان واليقين والإخلاص في القول اللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات سبحانك سبحانك ما أعظم شانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك يا رب يا رب يا مالك الملك يا مالك الملك يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يا من ترزق من تشاء بغير حساب ليس بعسير عليك وليس بعزيز عليك أن ترزقنا الخير والبركة والتيسير. اللهم ارزقنا إيمانا قويا صادقا اللهم ارزقنا إيمانا صادقا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا رب يا رب يا رب يا خالق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والدواب والماء والتراب وكل شيء. علمت الإنسان ما لم يعلم ورفعت السماوات بغير عمد نراه ليس بعسير عليك وليس بعزيز عليك أن ترزقنا جميعا رزقا حلالا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا اللهم وسع علينا في الأرزاق اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنك أنت الغني أنت الجواد أنت الكريم
ارزقنا رزقا عظيما. اللهم يا رب ارزقنا العفاف والكفاف والغنى عن الناس. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم آمين يا رب العالمين. سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا من أجاب نوحا حين ناداه، يا من كشف الضر عن أيوب في بلواه، يا من سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه، وبرحمته ارتد بصيرا وأعاد النور إلى عيناه. ليس بعزيز عليك وليس بعسير عليك أن تشافي منا كل مريض. اللهم شافي منا كل مريض. اللهم شافي منا كل سقيم. يا رب بدلنا جميعا دما خيرا من دمنا، لحما خيرا من لحمنا، عظما خيرا من عظمنا، عصبا خيرا من عصبنا، جلدا خيرا من جلدنا، نفسا خيرا من نفسنا. اللهم شافنا وعافنا. اللهم شافنا وعافنا. اللهم داونا بدوائك. اللهم طبنا في الغيب. اللهم ارزقنا الصحة والعافية وتمام العافية برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين. إني عبدك الذليل الفقير المسكين، سجدت لوجهك العظيم ابتهالا وتضرعا ورجاء. اللهم يا رب لقد ضعفت حيلتي، اللهم لقد عجزت عن أمري. اللهم ارحم هواني على الناس. اللهم أدعوك يقينا واعترافا وتصديقا بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك. اللهم ارفع عنا الذل، ارفع عنا الهم، ارفع عنا الغم. اللهم ارزقنا العزة، تعز من تشاء وتذل من تشاء. اللهم ارزقنا العزة. اللهم ارزقنا القبول في الأرض وفي السماء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. يا رب يا رب يا من نجيت محمدا صلى الله عليه وسلم حين نزجت على الغار خيوط العنكبوت، وأمنت يونس في بطن الحوت، وحفظت موسى في اليم والتابوت. ليس بعسى عليك أن ترحمنا رحمة واسعة. اللهم حقق رجاءنا أجمعين. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا، احفظهم بالسبع المثاني والقرآن العظيم. اللهم أنبتهم نباتا حسنا. اللهم احفظهم من أصدقاء السوء ومن جار السوء. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من الصالحين والصالحات، والقانتين والقانتات، والذاكرين والذاكرات، والناجحين والناجحات، والمتألقين والمتألقات. اللهم تولهم جميعا بعنايتك ورعايتك، وأقر بهم عيون والديهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.